السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض أسئلة امتحانات مادة الحاسب، تمام؟ فنروح على كده على أول سلايد. أول حاجة عندنا هنحل برنامج الماسكات وكل الأسئلة اللي ممكن تيجي في برنامج الماسكات، تمام. طب تعالى على السؤال الأول كده بالشكل ده. أول حاجة السؤال ممكن يجي لك إيه هو استخدام الماسكات، تمام؟ ممكن يجي لك سؤال بالشكل ده وممكن يجي لك زي ما هنشوف بعد كده، تمام. الاستخدام برنامج الماسكات ليه استخدامات كتيره جدا، بس الاستخدام اللي ممكن يجي لك اللي هو بيستخدم في حساب العزوم ومركز ثقل القطاعات، تمام. ممكن يجي لك السؤال كاستخدام هتضيف يستخدم في حساب العزوم ومركز ثقل القطاعات، وهو برنامج رياضي ويستخدم في حل المسائل الرياضيه المعقده. طب لو جالك يعني اكتب ما اسم البرنامج المستخدم في كل مما يلي فهيجي لك الاستخدام ده، تمام. فانت عرفت ان ممكن ده يعتبر سؤالين في بعض، تمام. بعد كده السؤال التاني ممكن يجي لك بالشكل ده. طب تعالى الاول واحده واحده كده نقدر نترجم السؤال ده عباره عن ايه. اول حاجه مديك شكل كده، بيقول لك هنا الديفليكشن ات ذا اند اوف بيم كان بي كالكوليت. هو مديك قال لك ان في بيم كانتليفر بالشكل ده، تمام، والقانون بتاعه تقدر تحسب الديفليكشن بتاعه من القانون ده، وقال لك ان ليه بيساوي مودلس اوف الاستسي ولايت، تمام. كل لغايه هنا تمام وانا عارف طبيعي لك كتاب الحاسب. طب تعالى كده راح قال لك هنا ان البي بيساوي 5، اداك التعريفات، تمام. ده مديني كمان كل التعريفات اللي هنا، تمام. راح قال لك ايه زي كولكوليت ذا ديفليكشن يوزنج ماسكات. كده عرفت ان انا هشتغل في برنامج الماسكات. بيقول لك ايه، طب هعمل ايه في برنامج الماسكات؟ قال لي رايت ذا ريكويد انبوت اوف ذا ماسكات فايل. يعني اعتبر الورقه بتاعت السؤال بتاعك، ورقه اللي انت هتكتب فيها ورقه الاجابه، هي برنامج الماسكات او شيت الماسكات، تمام. عاوزك اللي انت هتكتبه في البرنامج، اللي هكتبه في البرنامج اكتبه في ورقه الاسئله بس من الاخر. طب انا هكتب ايه في البرنامج، تمام. اول حاجه تعالى مع بعض كده نروح للبرنامج دلوقتي. انا كتبت لك اهو. اول حاجه عملناها احنا قرينا السؤال، طب ماشي. البرنامج الماسكاد لو انت مش عارفه تقدر تشوف الفيديوهات بتاعته من الايقونه اللي علامه الاي اللي هي الفيديوهات المقترحه او في الديسكريبشن، تمام. طب احنا عندنا هنا في برنامج الماسكات اول حاجه بنحطها اللي هي التعريفات بتاعه البرنامج. بعد كده نضيف الوحدات بتاعتنا بتبقى بالشكل ده. طالما اتعرفت باللون الازرق يبقى دي وحدات، تمام. دي حاجات تكنيكال في البرنامج بس انت تكتبها في الامتحان نفس الكتابه دي، بس تخلي بالك ان الطن تكتبها بالتي كابيتال والميت تكتبها ام سمول، تمام. ممكن ياخد باله وممكن ما ياخدش، بس انا بقول لك اعتبر الورقه الشيت بتاعتك هي بتاعه البرنامج، تمام. طب وبعد كده دلوقتي انا عرفت، طب ايه التعريف دي؟ لازم اعرف شكل اليساوي، فعلشان كده لازم اعرف اليساوي دي. كل يساوي ليها حاجه، كل يساوي انت عندك ثلاثه شكل يساوي مختلفين عن بعض، تمام. طب اليساوي دي يساوي دي اسمها اليساوي التعريفيه، ازاي اضيفها؟ شفت زائد حرف الكاف، تمام. زي لو انت مش عارف الفرق ما بين اليساويات في فيديو برضك هتلاقيه في الديسكريبشن بيتكلم على انواع اليساوي، تمام. بعد كده بعد ما عرفت او المعطيات اللي عندي اروح بقى اكتب القانون. كتبت القانون بالشكل ده، تمام. كتبت قانون هو ده يعتبر برضك هديله تعريف او هديله تعريف، فانا لازم اعرف ايه اللي انا اديله تعريف باليساوي التعريفيه، تمام. اي حاجه مجهوله لازم اديها تعريف، اي انا اسف اي حاجه معلومه لازم اديها تعريف. يعني اي حاجه بي مثلا بتساوي حاجه، بي بتساوي حاجه او اتش بتساوي او ايا كان حاجه بتساوي حاجه، فدي اديها يساوي تعريفيه. وصلت؟ تمام. بعد كده اقوم كاتب الناتج بتاعي. طب الناتج بتاعي اكتبه ازاي؟ اجيب دي كده، تمام، اكتبها كنترول في بالشكل ده، شوف، تمام. هاخد دي تكه مسطره كده واتك كنترول سي وبعد كده كنترول في عشان اعمل لك، بعد كده اتك اليساوي الناتج، اكتب اليساوي الناتج، تمام. طلعت لي القيمه دي بالوحده دي، فانا لازما اعرف الوحده تطلع ايه، لازم اعرف اليساوي هتبقى شكلها ازاي اللي هي شرطين وجنبها نقطتين كده، ولازم اعرف ان انا هكتب اليساوي النهائيه ويساوي الناتج في الاخر والوحده هتطلع بالشكل ده، تمام. فهي دي هو ده برنامج الماسكات. ايه يعني حل السؤال ده هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل بالشكل ده، كل اللي انت هتكتبه بالشكل ده وبالترتيب ده، تمام. وصلت كده؟ انت قادر تحل السؤال التاني وعرفت السؤال التاني ممكن يجي لك وشكله عامل ازاي وتقدر تحله ازاي. طب تعالى مع بعض نشوف السؤال اللي بعد كده.
السؤال التالت ممكن يجي لك بالشكل ده، تمام. طب ايه يا عم الشكل ده، انا مش فاهم حاجة. لازم الاول عشان تعرف تفهمه لازم تقرا راس السؤال، ولازم تقرا كل معطى مديه لك شكله عامل ازاي، تمام. طب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي احنا قلنا انا مش هشرحها في الفيديو ده عشان الوقت، فانا لازم تتعلم قائمة البروجرام، ودي برضو في كورس الماسكاد اللي انا حاطه لك في الديسكربشن، تمام. اول حاجه هو بيقول لك مديك تعريفات، عرفنا ان دي بتساوي التعريفيه، مديك الاي بتساوي 5 والبي بتساوي 4 والاكس بيساوي 30، ومديك معادلات كده، تمام. كل واحده ليها معادله، ومديك ان السي بيساوي، وقال لك السي والال والان والزد، تمام. راح قال لك في الاخر احسب لي كل المجاهيل دول، تمام، باستخدام برنامج الماسكات، تمام كده يا معلم. انا عرفت ان انا اشتغل برنامج الماسكات، وعرفت ايه المطلوب مني، وقريت وترجمت كل معطى دول. طب اعمل ايه؟ اول حاجه بيقول لك ان السي تساوي 5 في اي زي بي في اكس، تمام. طب ايه البي؟ معرف لك البي، ما انا عارف ان دي تساوي تعريفيه، فمعرف لك ان الاي بيساوي 5، والبي ايه البي دي؟ لا معرفها لي تحت فوق اهي، متقال ان البي بيساوي 4 ودي يساوي تعريفيه، اعرف ان البي تعريفها او يساوي 4، تمام. وقال لي الاكس، والاكس نفس الكلام فوق، فاقوم عامل ان سي بيساوي 5 في 5 زائد 4 في 30، هيطلع لي 145، تمام. يبقى انا كده عرفت اطلع قيمه السي، يبقى دي اول نقطه. بعد كده اروح اجيب قيمه ال، ايه يا عم قيمه ال وايه السومه دي وايه الكلام ده كله، تعالى واحده واحده، ما انا مش هشرحها بس هقول لك الفكره عامه يعني، تمام. لو عاوز تعرفها اتفرج على الفيديو بتاع قائمه البروجرامينج، تمام. السهم ده عباره عن السهم ده اللي هو قائمه البروجرام، تمام. طب بيقول لك ان ال بيساوي ايه لو الاي اكبر من البي، تمام. طب هل الاي اكبر من البي؟ بص كده، الاي عندك بخمسه والبي باربعه، يبقى حقق الشرط. طب قال لك السي اذروايز، يعني ايه السي اذروايز؟ باختصارها يعني لو اللي فوق ما حققش هات لي قيمه ال بالسي، تمام. ولكن طالما حقق اللي فوق هات اللي فوق، يعني ما نبصش للي تحت طالما اللي فوق محقق، لو ما حققش ننزل، تمام. هي خطوات، تمام. راح هنا قال لك ان ال فعلا بتساوي الايه، هتساوي لان الايه بتساوي 5، تمام، علشان الايه اكبر من البي، وحقق الشرط، يبقى ال بيساوي ايه، يبقى ال بيساوي 5، تمام. طب تعالى بعد كده ال بيساوي السي في الاكس، طب السي انا كنت حاسب السي ب 145، تمام، والاكس ب 30، اضربهم في بعض يطلع لي القيمه دي، تمام. هل اكتب وحدات؟ هو ما ادانيش وحدات، فالقيمه هتطلع لي قيمه بالشكل ده. بعد كده عايز احسب قيمه الدبليو، تعالى يا عم قيمه الدبليو دي هتكون عامله ازاي؟ قيمه الدبليو دي هتساوي 1 زائد 4 في 10 يساوي 41. طب القيمه دي جت ازاي؟ نبص كده في السؤال، بيقول لك الدبليو بيساوي قيمه تعريفيه 4 الاي تنتمي الى 1 الى 10، تمام. وراح قال لك تحت الدبليو السهم ده عرفنا معناه يعني ايه، عرفنا يعني قيمه الشرط. طب هات لي الدبليو، معناها هات لي السهم ده عباره هات لي الدبليو بواحد زي بي في اي، يبقى هو ده القانون اللي هشتغل عليه. بعد كده كتب لي الدبليو لوحدها، ده لو القانون ده محققش هات لي الدبليو، ولكن القانون ده دايما حقق، تمام. طب فور الاي يعني معنى كده ان كان في مجهول اللي هو الاي، طب معنى كده هاته بكام؟ هاته بالقيمه الماكسيمم بتاعته اللي هي 10، تمام. فهنقول 1 زائد 4 اللي هي البي بتاعتنا 4 في الاي اللي هي 10. طب تعالى نتاكد في دي في برنامج الماسكات، لو رحنا لبرنامج الماسكات بالشكل ده كده هلاقي كتبت الشرط اهو، انا كتبت الشرط، تمام، وكتبت التعريف بتاع البي، تمام، لانه ده اللي انا محتاجه بس، وكتبت الدبل وطلعت اللي يساوي الناتج، هتطلع لي 41، طلع لي القيمه دي ب 41. فانا كده اصلا طالما عملت طلعت الناتج دي فعلا يبقى انا كنت شغال صح وحاسب صح في ورقه الاسئله، تمام. طب بعد كده عاوزين نحسب قيمه الزد. طب قيمه الزد نحسبها ازاي؟ راح قال لك ان الزد بيساوي الان، تمام، اف يعني لو الدبليو اكبر من الاكس. طب الدبليو كام؟ الدبليو ب 41 والاكس ب 30، يبقى فعلا الدبليو اكبر من الاكس، يبقى فعلا هاخد الزد بان، تمام. طب لو ما كانش الزد بي انا اسف لو ما كانش الدبليو اكبر من الاكس، ساعتها هاخد الزد بايه دبليو، وصلت؟ فلازم الاول الشرط ده يتحقق عشان اخد القيمه دي. طب لو ما اتحققش ان الزد بيساوي الان، ساعتها لازم ناخد ان الزد بيساوي الدبليو، تمام، اللي هي ده معناها اذروايز، تمام، يبقى فعلا الزد هتساوي 453، تمام. طب تعالى نكمل. بعد كده عاوزين نحسب قيمه البي واي، قال لي البي واي بيساوي القيمه دي كلها، ومديني الواي اللي هي
المتغير بتاعي، راح مديني تحت في السؤال البي بيساوي 1.5، معنى كده ان انا هشيل الواي واحط 1.5، فانا هكتب كده البي بيساوي 145 لان دي قيمه السي، تمام. بعد كده الواحد ونص اللي هي الواي زائد الواي، انا اسف، 145 زائد 1.5 في الزد، في الزد اللي هي 4400 لان كل ده انا حاسبهم من هنا، 4350 زائد 1.5 لكل تربيع ان هي واي تربيع، هيطلع لي القيمه دي. يبقى انت شفت المساله هي سهله ازاي، طالما انت قدرت تترجم المعادلات اللي هو مديها لك وراس السؤال، والسؤال مديهولك شكله عامل ازاي، لو قدرت تترجمه تقدر تحل بسهوله. وشفت الحل اللي قدامك، حل عباره عن ضرب وجمع، ضرب وجمع مفيش اكتر من كده، يعني دقيقتين تكون مخلص، تمام. طب تعالى نشوف السؤال اللي بعده، تمام. عندنا سؤال زي ده، السؤال الرابع، مديني سؤال بالشكل ده، نفس فكرة السؤال اللي فات ولكن في حاجة جديدة، تمام؟ تمام. طب تعالى هيبقى عندك السي، احنا عرفنا الترجمة دي معناها ايه، السي بيساوي 5 في ايه زائد البي في اكس لأنهم تعريفية هتبقى 39، وبعد كده ال، طالما الاي أكبر من البي فال ال فعلا هتساوي الايه، فال ال هتساوي 6، بعد كده عاوزين نحسب الان، الان هتساوي سي في اكس، السي جبناها اللي هي 39 في الاكس اللي هي 3، بعد كده عاوزين نحسب قيمة الدبليو، الدبليو بيساوي سي في اكس تربيع، يبقى 9، 39 في 32 اللي هي الاي، انا اسف، المفروض دي 3 الكل تربيع، هو كتبت كتب المفروض هنا كده، المفروض هنا في تربيع كده، تمام، المفروض هتطلع برضه القيمة دي، تمام، المفروض هنا يعني 2 تربيع كده، تمام. بعد كده عاوزين نحسب قيمة الزد، الزد هتساوي الان اللي هي 127، لو ايه، امتى الشرط غير لغايه السؤال، لو الدبليو اكبر من الاكس، طب الدبليو كام، الدبليو 351، هل اكبر من الاكس؟ فعلا اكبر من الاكس بكتير، تمام، يبقى فعلا كده هياخد الزد بقيمه الان، تمام، اللي هي 119، تمام. طب تعالى مع بعض، ايه بقى، ايه الكلام ده، ايه 1 1 1 وايه 1 2، المواصفات الماتريكس عندك بتبقى عباره عن مجموعه، هو مديك معرف لك ان الواي، ومديك الواي لكل واحد، طب ايه الواحد دي، الواحد دي اللي هي الصف، تمام، ودي العمود، الواحد الثانيه العمود، تمام. فمعنى كده ان الواي واحد واحد، يعني الواحد في الصف الاول للعمود الاول هيساوي القيمه ايه، تمام. فلما تيجي تكتب الماتريكس بتاعك هيبقى ايه، تمام. طب بعد كده الصف الاول العمود الثاني، تمام، يبقى الصف الاول العمود الثاني، يبقى هنا 6، تمام. وبعد كده الواي 2 2، يعني الصف الثاني العمود الاول، يبقى هنا زد، تمام، وهنا واي 2 2، يبقى الصف الثاني العمود الثاني هتبقى دبليو، ونقفل الماتريكس، هو ده ايه، ده الواي. طب هنكتبها ازاي، هنكتبها واي بالشكل ده لان دي قيمه الواي. طب بالنسبه لايه والدبليو، ما احنا حاسبين ايه والدبليو، فساعتها هيبقى الواي والدبليو هتبقى بالقيمه دي، وصلت، تمام. هيبقى ساعتها ان الواي بيساوي 6 لانها الاي بتساوي 6، تمام. بعد كده الواي 2 2 بيساوي 6، والواي 2 1 اللي هي الزد ب 119، وبعد كده الدبليو المفروض 351، تمام. يبقى انت كده عرفت تترجم السؤال، عرفت معنى 1 1 والكلام ده كله، تمام. وفعلا لو رحت المناجم الماسكات هتلاقيه عندك حاجات بالشكل ده، تمام. فانت دلوقتي قدرت انك تحل السؤال الرابع. السؤال الخامس ممكن يجي لك بقى سؤال مقالي، اللي هو السؤال اللي جالك في شيت زي الشكل ده، ده ما محتاج برضك انك تكون فاهم البرنامج هتكتب فيه ايه، تمام. عندك الاجابه بتاعته هتكون بالشكل ده، انا مش هحل المساله، انا حليتها برضك في مساله في فيديو البروجرامنج، لو انت عاوز تعرف انا حليتها ازاي، الحل بتاعي هيبقى بالشكل ده. فلو جالك السؤال بالشكل ده وقال لك حلها لي او ايه اللي هتكتبه برنامج مسكات، هتكتب لي الشكل ده كله، تمام. دي انت عارف دي معناها ايه، ودي معناها ايه، ودي معناها ايه، وعرفنا وترجمنا الكلام ده كله. طب لو انت عاوز تكتبها مقالي، او قال لك السؤال ده اكتب لي ايه اللي هتعمله مقالي، ساعتها هتقوم بكتابة الكي سي، الكي سي اللي هي الناتج ده، او ممكن تخليها تشيك كي سي، اي اسم انت عاوزه مفيش مشكلة، تمام. ثم اليساوي التعريفية اللي هي شيفت زائد الي اللي هي اليساوي دي، تمام، اهي كل ده في الحتة دي، تمام، اللي تعريفه، تمام. بعد كده قمت في كتابه البروجرامنج، نضيف امر البروجرام، ايه امر البروجرام اللي هم الخطين دول، تمام. بعد كده ثم اضافه امر اف وكتابه الشروط كما بالشكل، اضفت اف وكتبت الشروط زي ما بالشكل اللي هم دول اف، والسو اف كمان مش اف بس، تمام. بعد كده وانا عارف قيمه الشرط باضافه اللوكالكس، ايه اللوكالكس اللي هو السهم ده، تمام، لتعريف الناتج، يبقى انا بعرف ان كي سي بي بالقيمه دي، هو ده تعريف الشرط. بعد كده ونقوم باخراج الناتج، بنكتب قيمه المجهول الكي سي اللي هو ده، تمام. ثم ليساوي الناتج اللي هي اليساوي العاديه، تمام، لاظهار الناتج الشرط. يبقى انت كده قدرت توصف له
توصف له ايه اللي انت كتبته، تمام؟ هو ده برنامج الماسكات. ممكن برضو يجي لك في البرنامج يعني يقول لك ازاي ازاي ممكن تستخدم هنا السيمبوليز ايفوليوشن، تمام؟ اللي هو وتضيف السيجمنت دي برضو لازم هتقول له تكتب لي المعادله ومن نضاف من قائمه السيمبولز ثم نضيف امر السيمبوليز ايفوليوشن اللي هو كان السؤال الاول في شيء، تمام؟ فالموضوع سهل، ان كل اللي عليك بس انك تعرف الامر الاولاني والامر الثاني وتقدر تترجم الاوامر دي والشكل ده كله، تمام؟ هو ده برنامج المسكات. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.